هادشي ما تنشك وشويه قلت انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاش تيهضر معايا وكاك تنتي تنقول على هو غادي يدير لبنته وكم يمكنش الا بغى شي حاجه زعما ولا سميتو حتى لبنته زعما ما غاديش يوصلها. اي وصل داك النهار فاش طرا داك الشيء راه بقيت انا مصدومه في بلاصتي، راه شويه ما تسطيت. شنو طرا؟ انا ما في راسي انا حتى شي حاجه حتى داك النهار فاش هربت خرجت انا مشيت للخدمه تنخدم عند شي ناس في بني ملا خرجت خليتها هنا ناعسه. ملي وصلت تما مع ديك الجوج الله تنتغدى وعيط عليا نيت هو قال لي اسمع راه ما كاينش. فين مشات؟ قال لك ما عرفت. قلت لي وانا راه خليتها ناعسه فاش خرجت، انا راه خليتها ناعسه صافي. وشديت الطاكسي وجيت تنجري وصلت الدار وبقيت جالسه التليفون ما تتبغيش تجاوبني. عيطت عليها السيده وكتجاوبش السيده، قالت ليها رجعي حشومه كنت تي ماماك وهادي. قالت ليها ديك الدار اللي ما غاديش نرجع ليها ما حد بابا كاين فيها ما نرجعش ليها. وتقول قلت ليها السيده حشومه عليك ماماك تبعت عليك تماره وهادي وهادي ورجعي. قالت ليها لا ما نرجعش، راه ماما كون عرفت اش تيدير ليا بابا اش تيدير ليا راجلها راه غادي غتنتحر ماشي غير غتموت. صافي عاد ديك الساعة عرفنا واش هو السبب تاع هربات ماما، عرفناش مالها. صافي نهار فاش سميتو تهداها الله هي رجعت ما تنقلبو في بني ملال وسميتو. مشيت عند ديك السيدة تاني وقلت لها ما عرفتش انا فين نقلب، ما عرفتش فين نمشي. والله ما عقلت شحال جلست. خرجت هكاك وصافي. قلت لك صافي. وفاش جيت انا للدار لقيته هو عادي. اي واحد غادي تهرب ليه بنته من الدار غادي ينوض غادي يعلم الجدارمية غادي يقلب غادي يقول هادي ما عرفت مالها ما كتخرج ما والو. ملي خرجت راه شي حاجه دخلت انا يغوت عليا يقول لي فين هي بنتك انت اللي تسرتيها ولا مشات مع شي حد. ما هضرش سكت. دخل تيدير الماكله ديالو وياكل انا والدراري الاخرين ما كناكلوش كاع حنا بثلاثه. هو تيعمر اتاي وحط داكشي اللي قسم الله وياكل وينوض. الليل ثاني شعل التلفازه وشاد التليكوموند تيتفرج عادي بحال الا ما وقع والو. ازاي عارف واش عارف هو اش دار؟ هو عارف علاش هربت انا ما عارفاش. صافي وجلس الغد ليه ثاني في الصباح هو يفيق بكري على الصباح الله تيصبح الحال. داكشي اللي كيقر تما اللي تيكمي تيخبو في القناه بحال تحت الماريو دابا بحال سميتو. وناض الصباح بكري وكيجمع حيت ديك الساعه اللي عرفتو تفراسو سميتو واش فراسو شي حاجه. لقيتو كاع تيجمع داكشي على الصباح وتيديه للخلا وتيلوحو للزنقه للفوق ولاحو ورجع تاني وقلب تاني تحت البوطاجي وجمع تاني داكشي. تنقول مع راسي او مال هاد الراجل زعما تيجمع هادشي وتيلوح بيه؟ ما كانش تيلوح هكا. طنط لقيت داكشي باش تيقصص وداكشي كاع كلشي جمعو كلشي هزو كلشي خبى داكشي. صافي بقيت انا بقيت تنتعجب. صافي العشيه وهبط عند الجدارميه قلت لهم بنتي ها كاين وها كاين. قلت لهم راه واحد السيده راه كتبات ليها شي ميساجات قال لك تجيبيها. عيطت على السيده قلت لي قالوا ليها تليفون قراو داك الشيء كاع اللي كتبات قراوه. صافي هما يقول ليها صوري لنا هذا الشيء وجيبيه. جابت تليفون ثاني تصورت داك الشيء وداتو لعندهم ودفعت داك الشيء. صافي من ديك العشيه بقاو تيقلبوا عليه ديك اللي نيت تيقلبوا عليه هو وهرب ليهم. لا هو ما عاودش رجع للدار يعني داك النهار هرب. تيهرب ولكن في الليل تيجي بالنهار ما تيكونش في الدار بالليل تيدخل للدار. غير تيقول دابا راه هما الجدارمية ما تلاش غيجي وتيدخل. صافي بقاو تيقلبوا عليه شي يومين والنهار ثلاث ايام شدوه نيت في الدار. جاو لي على غفله للدار مع ديك الثلاثه ولا هكاك ولا ما عرفتش. لا انا من نهار فاش خرجت ما تلاش رجعت للدار. الا رجعت غيقتلني. والدراري وخليتيهم؟ خلي الدراري صيفطهم لعند اختي البلاد لبيل الويدان. صافي وجاو قال لك ملي دقينا عليه قال لك ما بغاش يحل ليهم دقوا عليه ما بغاش وهما عرفوا واش كاين في الدار. قال لك صافي دينا الطوموبيل الله بغاو يدي داروا عاد ورا صغيره هكا وداروا ورجعوا لقاو تيسرت الباب بغا يهرب. صافي هما يشدوه هرب ليهم في الطريق وتبعوه بالجريده تشدوه. ما اعترف لا حتى دابا ما عرفش يمكن باقي دابا ما عرفش حيت هو دابا كبر ومدوز الحبس مدوز عند المخزن هو قوي ما غاديش مدوز الحبس هادشي ديال
كاع هادشي ديال المخدرات، تيبيع هادشي ديال المخدرات وشدو دو شي عام وربع شهور اللي دوز وماشي غير ديك المره. المهم فايت يدا مشدود وعاود وعاود، حيت هو دابا مولف ما غاديش يقر لهم، ما غاديش يعترف يقول لهم راه انا. انت باش كطالبي بحق بنتك؟ طالبكم تشدوا ليا الحق فيه هو وتجردوا ليا حق بنتي. هادشي اللي كانت، حيت هادشي اللي طرا لبنتي راه ما تبغيه حتى واحد، حتى هادوك اللي عدوك ما غاديش تبغي ليها هاد الحاله هادي. لا اي بنت، اي بنت تكون كيما كانت ما تبغيش ليها هكا، حيت كون كتب الله مع شي دري اخر ولا شي حاجه داكشي تيوقع، تقول زعما راه الدراري هادوك باش الاب ديالها راه شي حاجه واعره واعره بزاف. ما عمرو قال لك هذه راه ماشي بنتي ولا شارك فيها ماشي بنتي؟ لا ما تيقولش حيت عارفوش بنته. راه جيت لعندهم راه تزوجت، راه تقريبا شي نص عام اللي جلست معاهم في الدار عاد حملت. هو عارف واش بنته عارف، ما عمرو قالها وهاد الهضره ما تيقولهاش كاع. هو اصلا التصرفات ديالو كيفاش داير؟ مع معهم